اخبار اليوم. بيكي كرة ملعوبة هي ترتطم في يعني بطنه وترتد ودي ركنية البايرن ميونخ وكرة رأسية ومن عطية جول جول بايرن ميونخ بداية مثالية بداية ألبرت استلم على طول من جانب اللاعب نيمار نيمار يحاول فريق البارسا في هذا الموسم مع لويس إنريكي خسر أوروبيا أمام البي إس جي ومحليا خسر من السلطة ومالقا وسوسيدان وريال مدريد وهدف التعادل اللي بيتلعب بيه من جانب لاعبي نادي البارسا وهدف حلو قوي من نيمار نيمار الجبار في هذه المباراة يسجل هدفه التاسع ويتساوى مع أدريانو.